السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي. اليوم سأقدم لكم طريقة تحضير شاورما بالبيت بطريقة جد رائعة وبسيطة بجميع الخطوات. نمر معا للتعرف على المكونات والطريقة. سنحتاج إلى 350 غرام من الدقيق، وهنا لدينا ملعقة صغيرة من السكر، نصف ملعقة صغيرة من الملح، رشة خميرة حلويات، والزيت سنحتاج تقريبا 3 ملاعق كبيرة من الزيت وماء دافئ للعجن. نمر الآن إلى تحضير العجين. أول شيء سنقوم بإضافة السكر والملح وخميرة الحلويات إلى الدقيق، وسنحاول دمجهم مع الدقيق قليلا، ثم سنضيف إليهم 3 ملاعق كبيرة تقريبا من الزيت. والآن سنبدأ بجمع العجين بالماء الدافئ. بعدما انتهيت من جمع العجين، هذا هو شكله. الآن سأغمر لدلكه لمدة دقيقتين فقط، فهذا يكفي. الآن سأمر إلى تقسيمه إلى كويرات صغيرة على هذا الحجم. بعدما انتهيت من تشكيل الكويرات، الآن سأقوم برشهم بقليل من الدقيق من الفوق، ثم سأغطيهم بمنديل نظيف لمدة 5 دقائق فقط. بعد مرور 5 دقائق سأمر الآن إلى تبسيط الكويرات. سأرش طاولة العمل بالدقيق جيدا، ثم سأبسطه بيدي قليلا، ثم سأخذ المدلك وأبدأ بتبسيطه. وسأستمر بتبسيطه حتى أحصل على هذا الشكل. كما تلاحظون فهو رقيق جدا جدا. الآن سأمر إلى طهيه، وسأستمر بتبسيط الكريات الأخرى في نفس الوقت، فهو لا يحتاج إلى أن يتخمر. بعدما بدأ ظهور فقاعات على وجهها كما تلاحظون، الآن سأقوم بقلبها إلى الجهة الأخرى، وسأتركها لمدة دقيقتين أخرى ثم سأزيلها. الآن سأقوم بإزالتها من على النار، وسأقوم بوضعها ببلاستيك غذائي مغلف بمنديل نظيف، وسأقوم بغلقه، ثم سأمر إلى طهي الأخريات. بعدما انتهيت من طهي خبز التورتيلا، هذا هو شكله النهائي. وبالنسبة لحشوة الشاورما، سنحتاج إلى كمية من الدجاج مغسول جيدا ومقطع إلى قطع صغيرة، طماطم، زيتون أخضر، خس مقطع، بصلة متوسطة مقطعة إلى شرائح طويلة، كورنيشو أي الخيار المخلل، وملعقة صغيرة ونصف من عطرية الشاورما. سبق لي أن حضرتها في حلقة سابقة، ستجدون الرابط أسفل الفيديو. نمر الآن إلى التحضير. أول شيء سنقوم بتحضيره هو الدجاج. سنقوم بإضافة ملعقة صغيرة ونصف من عطرية الشاورما، وسأضيف إليها البصل المقطع. أقوم بإضافة القليل من الملح إليه، ثم سأقوم بدمج جميع المكونات جيدا بيدي. على فكرة يمكنكم إضافة ملعقتان كبيرتان من الياغورت الطبيعي أي الزبادي، فهذا يعطيها مذاق رائع كذلك. بعدما انتهيت من دمج مكونات مع الدجاج، سأقوم بتغطيته وسأدخله إلى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل أن أمر إلى تحضيره. في مقلاة قمت بوضع الزيت، وأضفت إليه الدجاج بالبصل الذي قمت بتركه في الثلاجة لبضع ساعات. يمكنكم تركه كذلك لليلة كاملة إن أردتم. الآن سأقوم بإضافة قليل من حبيبات الفلفل الحار وبودرة الثوم قليلا فقط، لأنني سأقوم بإضافة صلصة الثوم إلى الشاورما، لذلك لن أقوم بإضافة كمية كثيرة من الثوم. بعدما انتهيت من طهي الدجاج، الآن سأقوم بإدخاله إلى فرن ساخن لمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة حتى يتحمر جيدا ويصبح لونه ذهبي. بعدما قمت بتحمير الدجاج قليلا في الفرن، هذا هو شكله. الآن سأمر إلى تحضير الشاورما. أول شيء سأقوم بوضع ورق الألمنيوم من الأسفل، وسأضع فوقه تورتيلا. نقوم بوضع صلصة الثوم في الأسفل على هذا الشكل، ثم سأقوم بوضع قليل من الخس، ثم
الطماطم والكورنيشون والزيتون، ثم سأقوم بإضافة شرائح الدجاج من الفوق وقليل من صلصة الفلفل الحار، فهذه تبقى اختيارية. الآن سأمر إلى عملية الطي. أول شيء سأقوم بجمع الحشوة على هذا الشكل، ثم سأبدأ بلف الشاورما على هذا الشكل، ثم سأقوم بلفها في ورق الألمنيوم، ثم سأستمر هكذا حتى أنتهي من عمل جميع الشاورمات. كما تلاحظون فهي طريقة جد بسيطة. بعدما قمت بلف جميع الشاورمات، الآن سأقوم بوضعهم في آلة البانيني وسأقوم بالضغط عليهم وسأتركهم ليتحمروا لمدة 5 دقائق إلى 6 دقائق. بعدما انتهيت من تحضير الشاورما، هذا هو شكلها النهائي. كيف ما لاحظتوا فهي كتجي رائعة والمذاق ديالها كذلك لذيذ. نتمنى وصفة اليوم تكون نالت إعجابكم وتجربوها إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك بالقناة لتتوصلوا دائما بالجديد. إلى اللقاء.